اختتمت أمس الدورة القروية للكهول التي نظمتها جمعية ولاية شباب حاسي بن عقبة التي انطلقت في 6 أكتوبر المنصرم بمشاركة 8 فرق، حيث نشط اللقاء النهائي كل من فريق الأحلام الذي فاز ب3 أهداف مقابل هدف واحد على فريق حي البساتين. هذه الدورة جرت ب8 فرق، بديناها من 18 أكتوبر واليوم رانا في أول نوفمبر هذه النهائي بمناسبة الشهداء اللي ضحوا على البلاد وطلعوا لنا الاعلام، وبفضلهم رانا نخدموا ونشطوا ان شاء الله، ومازال الخير قدام ان شاء الله. ونشكر كل سكان حاسي بن عقبه، ونشكر رئيس البلديه، ونشكر اللي راه حاضر معنا ووقف معنا في هذه الرياضه ان شاء الله. بصفتي رئيس بلدية حاسي بن عقبة نشكر كل من شارك في هذه الدورة الكروية وكل من ساهم معنا في هذه الدورة، ونشكر الجمعية التي قامت بهذه الدورة الكروية بمناسبة ذكرى 68 لاندلاع الثورة أول نوفمبر، وشكرا لكم.